رح نبتدي من كأس موسم الرياض. طبعا كلنا تابعنا الافتتاح المبهر لملعب الهلال الجديد ملعب كينغ دوم أرينا، وقبل افتتاح كأس موسم الرياض 2024 وانطلاق المباراة الأولى من الحدث العالمي، ألقى رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ كلمة الافتتاح. صاحب السمو الملكي، شرفتنا اليوم، دعمك يعني كان مساهم كبير في هذه المنشأة، الله يحفظك لنا. ويلكم تو سعودي أرابيا. اللي أحب أقوله، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وسمو سيدي قائدنا الملهم الداعم اللي حقق لنا هذه الأحلام، سيدي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء. اللي أطلبه منكم الآن بعد الاستئذان من سمو الأمير عشان بداية المباراة، اللي أطلبه منكم الآن، أكثر من 100 دولة قاعدة تشوف الحدث العالمي هذا، خلنا نسمعهم صوتنا في النشيد الوطني السعودي. شكرا لكم. يرجع